صح؟ من اول تاني صح؟ يا جماعة صور! تاني بقى يا بنتي تتجوزي 35 يوم جواز وتتطلقي. يلا بينا يلا بينا بقى يا بنتي تتجوزي 35 يوم جواز وتتطلقي. انت يا اختي لو تعرفي اللي فيها هتعذريني. وايه بقى يا اختي هو اللي فيها؟ بصي يا ستي اول يوم جواز الاقي الاستاذ عمال طول الليل شخير، ده انا ما عرفتش انام. يا بنتي عادي، ما كل الرجاله بترجع من الشغل تعبانه ومرهقه، ما بتصدق تشوف السرير وترتاح. سيبك من اول يوم، تاني يوم فتح باب الشقه ودخل الاقي الجزمه في الصالون، الشراب في الانتريه، لغايه ما وصل الحمام كان البيت خرب. يا بنتي عادي، ما انت عارفه ان الرجاله كلها فوضويين، وبعدين بيبقوا عاملين زي العيال الصغيره، ما بيصدقوا يرجعوا البيت. بقولك ايه، انت تستحملي حد يهينك ويضربك ويقل ادبه عليكي شهر كامل 30 يوم؟ يا حرام، لا طبعا ما اقدرش استحمل. ما هو كمان ما استحملش. في صوت يا جماعه معايا؟ الحاجات دي رجاء يا حبيبي، رجاء يا فرده يا رجاله. لا يا جماعه انا حاسس ان الدنيا مش هنسلحها. لما نبدأ تمام سيتو اكشن. حاسس ان الدنيا مش هنسلح حالها الا لما نخلص من الحاجات دي. حاجات ايه؟ شندوتشات، منطلون، فالنا، تلكس. ايوان ولا الدنيا بتنطر. لا وفي كمان بنزيمة، مستشفى. لا وفي كمان هكلسن عليك ولا ماكدونالدز. لا وفي حاجات تانية كتير، هكتب لك العنوان. حلو الكلام دوت. لا وفي حاجات تانية كتير، حاجات تانية كتير، بس احنا لازم نخلص من دول من الاول. 3 2 1 اكشن. ابدا من دي ولا من الاول؟ كل اللي انا بقولها لك دي، بصوا حضرتك هناك مالكش دعوه. بصوا حضرتك مالكش دعوه، ابدا من اللي انا بقوله لك. لا ولسه في حاجات تانية كتير، بس احنا لازم نخلص من دول الاول. 3 2 1 اكشن. لا وفي حاجات تانية كتير. 3 2 1 اكشن. لا وفي حاجات تانية كتير، بس احنا لازم نخلص من دول من الاول. انا ما قلتش لازم يا استاذ، لازم نخلص من دول الاول، وبعدين نضحك ونفرفش ونعمل خطة الايد. 3 1 اكشن. لا وفي حاجات تانية كتير. انت بتعمل ايه يا عم؟ اضحك واضرب كف على كف. ليه هو اعملي المشهد من اوله يا استاذ؟ 3 1 ثواني حضرتك. ماشي اكشن. حاسس ان الدنيا مش هينسلح حالها الا لما نخلص من الحاجات دي. حاجات ايه؟ شندوتشات، منطلون، فالنا، تلاكس، ايوان ولا الدنيا بتمطر. لا ولسه في حاجات تانية، بنزيمة، مستشفى. لا وفي كمان ماكدونالدز ولا هكلسل عليك ولا ماكدونالدز. لا وفي ناس تاني بتقول هكتب لك العنوان. حلو قوي الكلام دوت. لا وفي لسه حاجات تانية كتير، بس احنا لازم نخلص من دول من الاول. طبعا ان الدنيا مش هينسلح. ما ينفعش اقول اكشن وحدات تايه اكشن. حاسس ان ده مفيش كده اسمها اكشن. استنى شويه لما الرنه بتاعت اكشن بتخلص خالص. تمام. 3 2 1 اكشن.
حاسس ان الدنيا مش لسه مبصرش. 3 2 1 اكشن. حاسس ان الدنيا مش هينسلح حالها. لسه مبصرش. 3 1 اكشن. حاسس ان الدنيا مش هينسلح حالها الا لما نخلص من الحاجات دي. حاجات ايه؟ شندوشتات، منطلون، فالنا، تلاكس، ايون. ولا الدنيا بتنطر؟ لا، وفي كمان بنزيمة ومستشفى. لا، وفي كمان هكنسل عليك ولا ماكدونالدز. لا، وفي ناس تانية بتقولها اكتب لك العنوان. حلو قوي الكلام دوت. لا، ولسه في حاجات تانية كتير، بس لازم نخلص من دولة من الاول. كات، لما تيجي تقول الكلام ما تقعدوش بقى ترخموا بعض التسليم. تنساش بعد الرنة بتاعت الاكشن تشتغل. حاضر. اكشن. حاسس ان الدنيا مش هقل. 3 1 حاسس الدنيا مش هنسلح حالها الا لما نبطل حاجات من 3 2 1 اكشن. حاسس ان الدنيا مش هينسلح حالها الا لما نخلص من الحاجات دي. حاجات ايه؟ شندوشتات. ارجع من اول شندوشتات. حاجات ايه؟ قول حاجات ايه؟ حاجات ايه؟ شندوشتات، منطلون، فالنا، تلاكس، ايون. ولا الدنيا بتنطر؟ لا، وفي حاجات تاني، بنزيمة، مستشفى. لا، وفي حاجات تاني، هكلسل عليك ولا ماكدونالدز. لا، وفي ناس تانية بتقول هكتب لك العنوان. حلو قوي الكلام دوت. لا، وفي حاجات تانية كتير، بس نخلص من دولة من الاول. يلا من اول تاني، بس لازما نخلص من دول من الاول. بس لازما اكشن. وفي حاجات تانية كتير، بس لازما نخلص من دول من الاول. قول له انت اسمك ايه؟ عبده. قول الجملة بتاعتك. 3 1 الجملة الاخيرة بتاعتي. حلو قوي الكلام دوت. وفي حاجات تانية كتير، بس لازما نخلص من دول من الاول. جات. حلو قوي. اكشن. حاسس ان الدنيا مش هينسلح حالها الا لما نخلص من الحاجات دي. حاجات ايه؟ شندوشتات، منطلون، فالنا، تلاكس، ايون. ولا الدنيا بتنطر؟ لا، وكمان بنزيمة، مستشفى. لا، وفي كمان هكنسل عليك ولا ماكدونالدز. لا، وفي ناس تانية بتقول هكتب لك العنوان. حلو قوي الكلام دوت. لا، وفي حاجات تانية كتير، بس نخلص من دول من الاول. كات. لا يا ريس، مراني كده على بصة العين، بطرف عين كده ليه؟ ايوه هو ده اللي انا عايزه. عايز يعني هو ده اللي انا عايزه. 3 1 هبتدي انا المشهد كده. يلا اكشن. موتريز يا استاذ. ايوه هبتدي بنظرتها الاول. قلنا تمام. اكشن. ما قلتليش انت ايه اللي خلاني تقتلي جوزك بعد 20؟ يعني هو مش ممكن يعني مش ممكن تبص لك مرتين ثلاثة؟ ماشي تمام. قبل ما اقولها 5 20 قبل ما اقولها. ماشي مش مشكلة. قولي لي انت ايه اللي خلاك تقتلي جوزك بعد عشرة 15 سنة؟ والله يا باشا كل يوم اصحى. يلا رجع تاني. والله يا باشا كسل. 3 1 بصي
قولي لي انت ايه اللي خلاك تقتلي جوزك بعد عشرة 15 سنة؟ والله يا باشا كسل، كل يوم اصحى اقول بكره. كار حلو جدا، خليك ثابت خليك ثابت. قولي لي انت ايه اللي خلاك تقتلي جوزك بعد عشرة 15 سنة؟ والله يا باشا كسل، بس كل يوم اصحى اقول بكره. كات زي ما انت.